ينضم لنا على تليفون أحمد ذكرنا، الكاتب والمحلل السياسي من رام الله. بعد أكثر من 100 يوم على الحرب في غزة، ماذا استطاعت إسرائيل أن تحققه؟ مساء الخير أستاذ إنجي عليك وعلى مشاهدينك الأكارم. الصراع، أي صراع، عادة صراعان، صراع إرادة وصراع رواية. على مستوى صراع الإرادة، أعلنت إسرائيل ثلاث أهداف رئيسية: إنهاء حركة المقاومة والمس بقدراتها العسكرية، وما زالت المقاومة وعلى رأسها حماس تقاوم إلى هذه اللحظة، واسترجاع الأسرى الإسرائيليين بعد تحريرهم، ولم يحرروا سوى أسيرة لم تكن أصلا بيد المقاومة، وعدد من الجثث التي قتلت على يد الجيش الإسرائيلي. الهدف الثالث هو إنهاء التهديد العسكري وتحديدا الصاروخ الخارج من قطاع غزة، ولا زالت الصواريخ تطلق من قطاع غزة. هذه من جهة. من جهة ثانية، ماذا جلبت إسرائيل أو الحكومة الإسرائيلية المتطرفة على إسرائيل؟ جلبت تفاقم الشرخ الداخل على الجبهة الداخلية، 120 ألف متظاهر أول أمس ل 24 ساعة وهم في الشارع، ولما بيني جانس عضو مجلس الحرب يتظاهر ضد نتنياهو، المشهد ده يقول إيه؟ بالإضافة إلى إذن قوت أيضا وعضو أيضا في مجلس الكابينة المصغر، هذا يقول بأن هذا هو الشرخ الذي أتحدث عنه، تعميق هذا الشرخ على الجبهة الداخلية. أزمة اقتصادية حادة مست بكافة مناحي الحياة الاقتصادية، اضطرت الحكومة الإسرائيلية للاستدانة بفوائد، واضطرت لتسريح الاحتياطي، ووصلت الخسائر من 40 إلى 60 مليار دولار حتى الآن. عملية نزوح داخلي لحوالي 200 إلى 250 ألف، وهجرة كتير من المستوطنين عادوا لأوطانهم الأصلية. الطيارات بتخرج من إسرائيل محملة وبترجع لها فاضية. لسه هقول لك عليهم دول، اصبروا شوية. فاضي. 250 دول من غلاف غزة وشمال إسرائيل أو فلسطين المحتلة، يعني على حدود لبنان. دول نزوح داخلي كويس، ودول عملوا تكلفة اقتصادية وعبء اقتصادي آخر يعني. هذا فضلا عن الهجرة المعكوسة. هذه قصة الهجرة المعكوسة، حتى 7 أكتوبر ومن 7 سنين في حالة تعتيم عليها، وكانت بعض التقارير تتحدث عن ما بين 400 إلى 500 ألف إسرائيلي في هجرة معاكسة قبل 7 أكتوبر. بعد 7 أكتوبر يقال أن هناك حوالي 1 مليون إسرائيلي عاد من حيث أتى هو أو والده أو جده، وبالتالي هذه الهجرة المعاكسة لدولة كانت تستدعي يهود العالم، اليوم هي دولة طاردة لكل يهود لم تعد العالم. أرض الميعاد بالنسبة لهم، لم تعد أرض الأحلام، لم تعد يعني جنة الله على الأرض زي ما كانوا بيوصفوها، خلاص بقت طاردة. لأنها بالأساس ليست كذلك. صحيح. لأنها بالأساس ليست أرض الميعاد. ولا هل ممكن ولأنهم ليسوا هؤلاء حتى الإسرائيليين المذكورين في الكتب السماوية. هل ممكن في الوقت القريب أن المستوطنات دي يرجع ليها أهلها تاني، ولا خلاص المواطن الإسرائيلي فقد الثقة في حكومته وفي قدرتهم على السيطرة على الأمن في هذه المستوطنات؟ تتحدثين عن غلاف غزة والشمال. غلاف غزة والشمال، أعطيك على جبهة الشمال على وجه التحديد، هناك رفض كامل، بل وأنشأوا مجموعة تسمى 1701، القرار الأممي بعودة حزب الله إلى ما بعد الليطان، وهم يطالبون بالعودة سلميا، ويقولون يكفي أننا ندفن موتانا ليلا كي لا نقصف. هذه الدولة التي فشلت في حمايتها لن يعني تستطيع أن تحمينا، ونحن على الحدود مع الجبهة الشمالية مع حزب الله. أكمل لك عن الأزمة العميقة التي كانت وأصبحت مع الحلفاء الغربيين وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية، اهتزاز صورة الجيش هذا بعد 100 يوم، اهتزاز صورة الجيش. بيقولوا بايدن ونتنياهو متخاصمين بقالهم شوية ما تكلموش،
يعني اسماء بايدن ونتنياهو بيقولوا انهم متخاصمين بقالهم شويه ما حصلش بينهم تليفون. لا لا هو سكرت، هو قفل التليفون في وجهه قبل ثلاث ايام. فعلا بايدن قفل التليفون في وجه نتنياهو، هكذا تقول بعض التقارير. طيب كويس ما عملوش بلوك. وهذا ان استمر نتنياهو الدوله، يعني هناك معطيات كثيره لسه بدي اجيك عليها. اهتزاز صوره ما يسمى بالجيش الذي لم يكن يقهر قبلا، يعني هذا في الزمانات، اليوم تراجع ما يسمى بقوه الردع وفض الجيش لسمعته، تراجع الروايه الاسرائيليه في الشارع الاوروبي بشكل خاص وحول العالم بشكل عام وحتى في واشنطن. الأدهى والأنكى من كل دواء أن تجلب إسرائيل إلى المؤسسة التي ساهمت في إنشائها بادعاء أنها الأمة الوحيدة التي تعرضت إلى الإبادة، وهي محكمة العدل الدولية. وإن استطاعت أن تنجو من السياق القانوني فانتهى امرها على مستوى الراي العام العالمي. الراي العام العالمي اللي تابع المحاكمه كان يعني نعم. بيضحك لما شاف الدفاع بتاع اسرائيل. نعم تماما تماما. اما ماذا حققت اسرائيل من 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 انتصارات، انا اقول لك للامانه وللتاريخ هي حققت انتصارات. حققت انتصار على 24 ألف مدني من الشهداء. حققت انتصار على 50 ألف أو 60 ألف مدني مصاب من المدنيين، منهم 8 آلاف طفل وحوالي 7 آلاف امرأة و4 آلاف إلى 5 آلاف من العجائز. وهذا يعني أن قدرات المقاومة لم تمس سوى 10% من قدراتها البشرية و العسكرية. الوضع الإنساني في غزة وفي الضفة الغربية عامل إزاي دلوقتي؟ لو حضرتك بتصف لنا المشهد في غزة وفي الضفة الغربية، لأنه الناس كتير بتنسى الضفة الغربية. يعني خليني أقفل لك أقواس غزة، قوس غزة. نعم. الوضع الإنساني في غزة كارثي، لا يمكن أن ننكر ذلك، ويجب أن تتحرك المجموعة العربية أولا على إنقاذ ما يمكن إنقاذه. هناك ناس بدون مية، بدون كهرباء، بدون أي معنى معلم من معالم الحياة الطبيعية، ما فيش خيمة، ما فيش بيت يقيهم من الشتاء، ما فيش شربة ماء، ما فيش دواء. اليوم قبل قليل يؤسفني أن أقول لك وأستطيع أن أرسل لك هذا الفيديو الخطير، أن جراح فلسطيني يقوم بعملية بتر لرجل ابنته بنت 17 سنة دون بنج، بدون بنج. الفيديو موجود يعني. ابعته لنا. العملية مصورة. العملية مصورة. إلى هذه الدرجة الحالة كارثية على المستوى الإنساني، وهي مسؤولية كل المنظومة الدولية ومسؤولية المجموعة العربية أيضا بأن تتحرك اليوم قبل الغد. أما الضفة الغربية فهي الجائزة الكبرى للصهيونية الدينية التي تراها بحسب المنطوق الديني يهودا والسامرة، وبالتالي هي مستهدفة، وتحديدا مناطق سي التي تمثل أكثر من 60% من كامل الضفة الغربية. نعم. وهي مستهدفة لأنها البيئة يعني الحاضنة والقادرة على تمدد الاستيطاني، وهي مستهدفة منذ العام 67 لأن العرب قد يكونوا قد هزموا في هذه الحرب، ولكن المشروع الصهيوني أيضا انكسر لسبب بسيط، بأن الحرب لم تطل أكثر من 6 أيام، وبالتالي لم يستطيعوا إجلاء أو تهجير من تبقى من الفلسطينيين، وهم يعملون الآن على هذا التهجير. نعم. من وجهة وبالتالي كل هذه المعطيات نعم. تقول بأننا أمام حالة يعني سيئة أيضا في الضفة الغربية، ولكن العملية التي جرت اليوم لها دلالات مهمة وخطيرة ونوعية يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار. عملية رعنان وهي الواقع شمالي تل أبيب، الموقع له دلالة من جهة التعقيد، لأنه إلى هذه الدرجة من الأمن المفترض لأنها قريب من تل أبيب. المنفذ من الخليل وهي المدينة الأقل تفاعلا مع الحالة المقاومة المسلحة في الضفة على شكل الموجود في الشمال جنين ونابلس، بمعنى
تشكيل كتائب مسلحة، وعلى الرغم من أنها يعني المدينة الأكثر تسليحا في الضفة، أيضا له دلالة خطيرة على أمن إسرائيل، لأن اشتعال الضفة بهذا المعنى يعني أن هناك انتفاضة مسلحة غير مركزية، بمعنى أنها ليست على شكل واحد، وهذا يقول أن الدولة الإسرائيلية مقبلة على أزمة شكل متحرك من أشكال المقاومة المسلحة في الضفة الغربية، والتي ستجري يعني جزءا لربما يجري جزء كبير منها في الداخل المحتل كما هي عمليات اليوم. من وجهة نظر حضرتك، فات 101 يوم النهاردة على الحرب على غزة، من وجهة نظرك هل احنا قدام مئوية جديدة؟ يعني هل هنشوف 100 يوم جاية كمان لسه في هذه المشاهد؟ للأسف ممكن إن لم يسقط نتنياهو في القريب العاجل، ولكني أعتقد أنه أن الأمر استوى وبدأ السقوط وسيسقط خلال يعني قليل من الزمن. إن لم يسقط نتنياهو أصبحت الحرب على الفلسطيني للأسف هي مساومة انتخابية حتى من يعني المختلفين مع نتنياهو. صحيح، يعني عادة الشعوب ما بتثورش في وقت الأزمات الخارجية الكبيرة، فإن احنا نلاقي المواطن الإسرائيلي بيثور على رئيس وزرائه وبيطالب إنه يبتعد عن المشهد في حرب مشتعلة زي دي، ده جديد. مظبوط، هذا ولكن هذا يحدث الآن في الداخل الإسرائيلي المحتل، بأن الشارع الإسرائيلي 64% منه يطالب بتغيير نتنياهو في زمن الحرب. ده جديد. أشكرك شكرا جزيلا سيد أحمد زكرنا، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من رام الله.